احنا دلوقتي في محطة تبع وزارة الزراعة، تبع الإدارة المركزية للإنتاج التقاوي، أحد المحطات اللي احنا بنشرف ان احنا بنتابع الرقابة عليها. الرقابة بتبدأ معانا بعد إجراء تفتيش حقلي ونجاح التقاوي في الحقل. بعد إجراء تفتيش حقلي عليها بيبدأ استقبالها هنا في محطات الغربلة. بداية بنسحب عينة ظاهرية، لجنة مكونة من مدير المحطة وأحد أعضاء الزملاء في الفحص المسؤول عن المحطة، وبنسحب عينة ظاهرية لو تثبت ان ما فيهاش حشائش ضارة زي الزمير او حاجة، او نسبة اتربة او كسر او حاجة او عيوب، فبنستقبلها وندخلها ونلططها لطات على الطبالي زي ما حضرتك شفت. بعد كده بنسحب عينة مبدئية بنبعتها للمعمل، وعينة جشني بنبعتها للمعمل المركزي. بناء على نتائج الفحص اللي بيتم بقبول اللط بيسمح بدخوله محطة الإعداد وغربلة. بيتم الأول تفريغ الكميات المقبولة على البيارة الخارجية من عنبر التشغيل، وبواسطة السيور النقلة بيتم عمل فتح عيار محدد لهذه الكميات بمعيار محدد، ويتم غربلتها مرحلة أولى. المرحلة الأولى ديت هي بتفصل الحباية الرفيعة خلاص المكسورة والقش والأتربة. بننصح الفلاح لابد من عند شراء تقاوي لابد أن يكون عليها بطاقة معتمدة من وزارة الزراعة باين فيها اسم رقم اللوت والصنف ومعتمد درجة الإكسار بتاعته وسنة الاعتماد ودرجة يعتبر كود المحطة مكتوب في نفس البطاقة. بعد الانتهاء من الغربلة برجع بسلم الخام لمهندس التشغيل بناء عن إذن صرف، وبيكون تحت مسؤوليته لحين الانتهاء من غربلته. بضيفه مرة تانية في المخازن، بس بعد ما كان خام بضيفه تقاوي أو تجاري حسب الكميات الناتجة عن الغربلة، وبيتم عمل محضر تشغيل بالكمية. بداية شغلي نختار مساحات ممتازة طبعا بالتعاقدات اللي هي عندي، مثلا 1000 فدان 500 فدان، بنوفر لهم دواوي ممتازة كلها جاية من البحوث. بنبتدي نتابع مع الفحص المساحات دي من زراعتها لغاية ما تطلع. المقبول منها بنبتدي ناخده عن طريق تفتيش الحقل برضه بالفحص، ناخده نستلمه بلجنة استلام في المحطة. اللي اتقبل ودخل عندي بياخد مبدئي السعر المبدئي بتاعه، وساعة ما يقبل في العينة بتاعت المحاسبة بتاعته بنديله علاوة الإقصار. علاوة الإقصار محددها الوزارة، وبيبتدي يدخل بعد كده يشتغل. لو هو اترفض منه في الحالة دي بنعرض عليه يجي يشيل حاجته أو يعمل اعتراف.